يسعدنا ان نرحب بزميلنا الاستاذ عاصف حميدي مدير الاخبار بقناه الجزيره. اهلا بك استاذ عاصف. اهلا بك. الله يسعدك. في البدايه يعني ماذا تقول للجزيره في عيدها 23؟ يعني في البدايه بهني كل زملائي ابناء الجزيره، كلهم كل عام وانتم الجزيره، واقول ايضا لجمهور الجزيره كل عام وانتم للجزيره اوفى. وان شاء الله من شعار هذه المناسبة الثقة تعهد تجدد العهد، أعتقد بأن هذا الشعار يحمل الكثير من المعاني. نعم. يحمل معنى الثقة، نحن نثق بمصادرنا، نحن نثق بكوادرنا، ونحن نثق بكل ما نقدمه للمشاهد من أخبار وما نسعى للوصول إليه من حقائق، ونثق أيضا في وعي مشاهدينا. بالتأكيد. وبناء على ذلك نجدد العهد بأننا ستبقى الجزيرة ملتزمة بتقديم الحقيقة وبتقديم التوازن وبتقديم كل الآراء من أجل أن تكتمل الصورة عند المشاهد الكريم، ومن أجل أن يعي ما يجري حوله خاصة في هذه المرحلة الدقيقة في العالم العربي، وأيضا التغيرات الأخرى التي يشهدها العالم. نعم. سيد عاصف، يعني الجزيرة هناك ملايين من المتابعين يحبون الجزيرة ويتابعونها ويثقون في كلماتها وفي أخبارها، وأيضا هناك عدد ربما يكون أيضا ملايين لا يحبون الجزيرة لكن العدد الأكبر يحترم الجزيرة. يعني من الممكن أنه لا يحب الجزيرة، لا يتابع الجزيرة، لكن يحترم الجزيرة. في رأيك كيف حافظت الجزيرة على احترامها طيلة هذه السنوات؟ شوف، عندما تكون القاعدة الأساسية هي قاعدة احترافية لا تشويه ولا فبركة ولا انحياز، رغم كل محاولات التشويه ورغم كل الحملات التي تحاك ضد الجزيرة، عندما تكون القاعدة الأساسية هي كذلك، عندما تكون هناك شبكة واسعة من المصادر، عندما تكون هناك قدرة احترافية على الحفاظ على التوازن وعلى الدقة وأيضا هناك لنا مرجعنا، لنا ميثاق الشرف المهني الذي إن أخطأنا نعتذر، وإن أخطأنا نصوب، وإن أخطأنا نتعلم لنمضي بما هو أفضل. هذه الممارسة على مدى 23 عاما بالتأكيد استطاعت أن تبني علاقة مميزة وعلاقة ثقة مع المشاهد، وبالتالي هذا حافظ على علاقة الود وعلاقة الاحترام وعلى الأقل على علاقة المعرفة. نعم. يعني في الفترة، ليست الفترة الأخيرة، يعني منذ انطلاق الجزيرة وحتى هذه اللحظة وهناك حملات تشويه تتعرض لها الجزيرة، ربما زادت في الآونة الأخيرة. نعم. بشكل كبير، هل تأثرت الجزيرة بهذه الحملات؟ شوف أخي، إحنا الجزيرة يعني كقطار سريع لا تتوقف إلا عند المحطات التي تتزود فيها بوقود المهنية، لا تلتفت إلى الوراء، لن تحبطها ولن تثنيها تلك المحاولات، لأنها محاولات مسمومة ومحاولات مدروسة من قبل أطراف معلومة تريد أن تزرع الشك ما بين الجزيرة وما بين جمهور الجزيرة كأداة من أدوات النيل من الجزيرة وأداة من أدوات تثبيت أنظمة معينة. والحمد لله دائما نقول بأن الجزيرة هي لا ترتهن لنظام عربي، نحن لا ننافق لنظام عربي، نحن لا ننحاز ولا نسمع هذا النظام وذاك النظام ما يريد، نحن لدينا معاييرنا المهنية ونحن نلتزم بهذه المعايير بحيث أن تكون هذه هي البوصلة للجزيرة وستبقى إن شاء الله. لا، في هذا الإطار سيد عاصف، هناك من يقول أن الجزيرة هي مؤسسة قطرية بأموال قطرية، وهل يمكن للجزيرة أن تتحدث عن قطر بطريقة كما يتحدث عن باقي الدول مثلا، وتأخذ هذه النقطة كنقطة ضعف في الجزيرة وتناولها للأخبار؟ لا، في الرد على تناول أخبار قطر أتصور هناك يعني الكثير من المتصيدين، أما بالأخبار نعم هناك الكثير من الأخبار التي
تتعلق بمنظمات حقوقية تحدثت وانتقدت قطر، وكانت هذه هي مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي تنتقد قطر في تعاملها في بعض الحالات مع العمال مثلا. هذا الأمر كان على شاشة الجزيرة، كانت هناك بعض الأمور التي التقطتها بعض البرامج حتى الناقدة مثل برنامج فوق السلطة على سبيل المثال. الكثير من القضايا القطرية وغير القطرية، نحن على أرض قطرية صحيح، ولكن بالأخير قاعدتنا الأساسية هي قاعدة مهنية، قاعدة اتزان، قاعدة موضوعية. لا نلتفت إلى ما يرضي أو ربما يغضب هذا الطرف أو ذاك. نعم، منذ أكثر من عامين هناك حصار فرض على قطر، وكانت المطالب يعني على رأسها أو من ضمن أولويات هذه المطالب إغلاق الجزيرة. وأنت كمدير أخبار كيف تلقيت هذا المطلب؟ يعني كيف استطعت أن تستوعب هذا المطلب؟ لا، هو وضع الجزيرة بحد ذاته على قائمة المطالب هي محاولة للزج بالجزيرة لأن تكون طرفا. يعني عندما تريد أن تحاصرني وتريد أن تمنعني، أنا أريد أن أدافع عن نفسي، لأن هو ليس من أجل حياتي فقط، ولكن من أجل حياة الحقيقة التي يجب أن تصل إلى المشاهدين. وأنا عندما أدافع عن الجزيرة وأدافع عن نفسي، أنا أدافع عن حق المشاهد في المعرفة، وعن حق المشاهد في أن يصل إلى الخبر وإلى ما وراء الخبر، وأن نقف يعني وراء المخفيات من أجل، لأن المخفي ما وراءها أعظم. نعم. ولأن الجزيرة هي صاحبة الريادة فيما يتعلق بفتح الصناديق السوداء وفي كشف المستور وما إلى ذلك من القضايا الكبيرة والكثيرة التي لم تتوانى الجزيرة يوما في كشف أسرارها وفي تقديم الحقيقة للمشاهد. سيد عاصف، ربما يعني جمهور الجزيرة يعرف المذيعين لأنهم يظهرون على الشاشة، لكن خلف هذه الشاشة هناك المئات الذين يعملون سواء في الأخبار أو في غيرها من القطاعات. صحيح. ما الكلمة التي توجهها لهم في هذا اليوم وهو يوم العيد 23 لانطلاق الجزيرة؟ والله شوف أخي، أنا أرى بأن يعني تغطياتنا هي في إلها ثلاث كلمات ربما مفتاحية، أو السر وراء هذه التغطيات خلينا نقول المتزامنة والمتوازنة في نفس الوقت. النقطة الأولى أو الكلمة الأولى هي الإيمان. إيمان أبناء الجزيرة بفكرة الجزيرة، بفكرة عدم الانحياز، بفكرة البحث عن الحقيقة، بفكرة الجرأة، بفكرة تقديم الرأي والرأي الآخر، بفكرة الإنسان وحقوقه والانحياز إلى قضاياه. هذه أمور لا شك بأنها كلمة مفتاحية يقوم بها كل أبناء الجزيرة، سواء زملائنا وزميلاتنا من المذيعين والمذيعات أو الجنود المجهولين خلف الشاشات. أيضا كلمة أخرى، كلمة سر أخرى، هي الحرفية العالية. وأن لا أريد أن أطيل عليك، أعرف أن هناك وقتا محددا للبرنامج، ولكن هناك الحرفية العالية التي يتمتع بها أبناء الجزيرة سواء كانوا في الدوحة أو في أرجاء العالم. نحن نرسل إليهم، من لم يشاركنا اليوم يعني هذا الحفل، نرسل إليه كل تحياتنا وتبريكاتنا في هذا العيد، ونعتز بهم جميعا. الكلمة الثالثة والمهمة هي كلمة الانتشار. الانتشار الواسع، يأتوننا من قنوات عالمية كبيرة، يذهلون عندما يرون هذا الحجم من العمليات الذي تديره الجزيرة، وهذه الشبكة العريقة والقامات العالية، وهذا الانتشار الواسع لمصادر الجزيرة. سؤال الأخير يتعلق بما هو الجديد في الجزيرة هذا العام. شوف، ميزة الجزيرة كما قلت لك، نحن السنوات والأعياد بالنسبة للجزيرة هي محطات توقف للتزود بوقود المهنية وما يمكن أن نجدد وأن نطور. التجديد والتطوير مهمان جدا في عملنا. نحن نستمع، نحن نجدد فيما يتعلق بموضوع الفورمات، أشكال التقديم، حتى فيما يتعلق بمواكبة التقنيات الحديثة والثورة المعلوماتية الجديدة ومنصات التواصل الاجتماعي، من أجل أن نكون مواكبين بحيث أن
تكون هناك بعض المواد الإخبارية مثلا، كوني أتحدث كمدير أخبار، المواد الإخبارية كيف يمكن أن تكون قريبة للمشاهد وأن تكون ملازمة حتى للمشاهد إن لم تكن أمام الشاشة الكبيرة فأمام الشاشة الصغيرة وعلى هاتفه المحمول. أشكرك شكرا جزيلا سيد عاصف حميدي مدير الأخبار وقناة الجزيرة، شكرا لوجودك معنا اليوم. كل عام وانتم بخير. طبعا مبارك فيك. الله يخليك. الله يسلمك. مشاهدينا دعونا نتابع ماذا قال شارع العربي للجزيرة في عيدها 23، بعده نواصل حوارنا مع عدد من الزملاء، فتفضلوا بالبقاء معنا.